عماد بيه، في مشكلة، في عربية من عربيات الشركة مش موجودة في الجراج، والواد حسن السواق بيقول إنه مسلمها امبارح. عماد بيه؟ بتقول إيه بقى؟ بيقول لي سيادتك في عربية من عربيات المصنع مش لاقيينها. اطلع من دماغي يا مختار عشان أنا مش رايق لك خالص. طب إيه التصرف اللي ممكن نتصرفه حضرتك؟ ألو؟ أي طب تمام أنا جاي لك أهو. طب أعمل إيه يا عماد بيه؟ ولا حاجة، السواق نام في الحجز. تبعنا يا كبير، انت متفق مع حد تاني ولا ايه؟ طب اركب اركب. دكتور بيتر منتظر حضرتك بره يا فندم. نشوى اعتذري له ولا اعمل اي حاجه، انا مش فاضي. اسف يا فندم. يا نهار اسود، مين اللي خطفها؟ ما انت عارف. عارف ازاي يعني؟ اسال نفسك. معناه الكلام ده يا عماد بيه؟ انت كده بتخوني. لا أنا كده علق لك وسام شرف على صدرك. لا ما يصحش أقول الكلام ده، مش أنا اللي اتقال الكلام ده يا أستاذ. سامي، أنت هتعيشهم عليا ولا إيه؟ أنا عارف وأنت عارف كويس إن الشرف والخيانة بالنسبة لك ما تعرفوش غير بعملة واحدة بس، اسمها الجنيه. وأنا مش هقول لك لا. آه، أنا بحب الفلوس، وأنت معاك فلوس. رحيم معاه فلوس؟ وحتى لو فرضاً أنا كنت كده يعني. احنا في بيننا وبين بعض عيش وملح، وانا بايع على العشرة. اتفضل نمرة العربية اللي خطف الدالية، عايز اعرف اصلها. اه اهدي شهادة بعودة الثقة. نبت ليه؟ الله ينور زيكا. اي خدمه عم حلمي؟ انت كويسه؟ كويسه. كما شبح. 200 يا عم حلمي. 100 حلمي. ماشي يا عم حلمي. اي خدمه عم حلمي؟ انت تمام؟ تمام. لا لا لا، انا ماليش في شغل العوق ده، انا عاوزه الفلوس اللي اتفقت عليها. احنا مالنا يا عروسه؟ روح خديه وام اللي اتفق معاكي. لا حول ولا قوه الا بالله. خلص يا حلمي. عشان خاطره بس. ها سيكي. وده ايه ده؟ ده ما يجيش حق الاكشتيشن اللي هيكسيني بيهم. بقول لك ايه، انا عايزه اللحاليح اللي اتفقت عليها. يلا غور يا بت، بدل ما روحت من غير ولا مليم. يلا. طب بالراحه طه، هات بس يا اسطى. يا جماعه ودايره ومصدق هنتقابل. سلام عليكم. يلا شكرا. ايه ده؟ انا مش فاهمه حاجه. لما نقعد افهمك. يعني ايه العربيه اللي خطفت الدالية متسجله باسم شركتنا؟ عشان العربية لما تتمسك تيجي فيك. يا ولاد الكلب. مختار تعالالي. رحيم بيلعبها معايا. اهدى بس عشان نعرف هنعمل ايه. ما انا هاد اهو. ادخل.
باشا اخبار العربيه المسروقه ايه؟ عملنا محضر والسواق مصمم ان هو سلمها لجراج المصنع. السواق ده يتفصل، تبلغ الشؤون القانونيه يعملوا له قضيه تبديد عهده. انا هخليه يبيع اهله عشان يرجع ثمن العربيه دي، وانت خليك متابع مع الاسم عشان العربيه تظهر بعد كام يوم. وحضرتك عرفت ازاي؟ وانت مالك؟ روح شوف شغلك. حاضر. ماشي يا رحيم. ماشي. معلش المكان مش كويس بس امان على الاقل احسن من الحجز. هو انا هفضل هربانه لحد امتى؟ لحد ما نلاقي اللي عمل فيكي كده. انت تفتكر ان امينه ورا كل ده؟ لحد دلوقتي كل اللي انا شايفه بيقول كده. امينه اتطلقت اول ما انا خرجت من السجن، وفي نفس اليوم اللي زارتك فيه جه البوليس قبض عليكي. انا عارف امينة كويس، اكيد كانت جايه تشمت. هو ايه اللي خليها تعمل كده؟ عشان عارفه ان انا لسه سكت. ليه؟ انت عارفه انا كنت اقول ايه؟ ما تقولها. مقدرش. عارفه ليه؟ علشان انت دلوقتي مخطوبه لحد تاني. ايوه بس انا معاك هنا. انت معايا بس عشان عارفه ان انا الوحيد دلوقتي اللي اقدر احميكي. انت بتظلمني بكلامك ده يا رحيم. ايوه عايزاني في ايه؟ ايوه يعني ليه؟ والموضوع المهم ده ما ينفعش يتقال في التليفون؟ ورق ايه؟ ورق التحويلات؟ طب انا جاي لك حالا. هي بتقولك ايه؟ امينه بتقولي انها تعرف مكان الورق اللي بدور عليه. ورق ايه ده؟ ورق تحويلات الفلوس. عرفت ازاي بالورق؟ المفروض ان ده سر بيني وبين حلمي، انا وحلمي بس. انت هتسيبني لوحدي؟ ما تقلقيش انت هنا في امان، بس انا لازم اروح المشوار ده، ما ينفعش يتاجل.